شو سويت بحالي يا ربي؟ يا نازلي يا نازلي، في عندي 27 مكالمة فتون. لك شو اللي عملته بحالي أنا؟ وينك انتي؟ شو بدك تجلطيني يعني؟ نورمان طلعت. لا، ما عرفت انك ما اجيتي امبارح، كذبت عليها وقلت لها انك طلعتي الصبح بكير لانه عندك شغل. هلا قولي لي وين كنتي حضرتك كل الليل؟ لا، واخر شي بتبعتي لي رساله وبتخبريني فيها انك طالعه مع اليابانيين وبعدها ما عاد بتردي. شو؟ وين انتي؟ انا عند فريد بيك. بشو احلف لك انه ما كترت بالمشروب؟ ما كترت. لك ماني متذكره شي فتون، عقلاتي رح يطيروا. هاتي لشوف، احكي لي من الاول كيف شلحتي ثيابك وين؟ لك شو بدي احكي لك، انا ماني متذكره بنوب. كنا سهرانين بالحفله مع بعض، كانت سهره كثير حلوه ورقصنا انا وياه سوا والموسيقى بتجنن، بعدين اجينا على البيت. ايه، وانا فتت اعمل لهم قهوه. تمام لهون وبس، بعدها مو متذكرة، حاسة إنه في حدا عامل لي غسيل دماغ كامل، مو متذكرة شي. فتون، غالباً اللي بتذكره إنه فريد بيك حملني على غرفته وبعدين بتذكر إنه حطني على تخته. إيه، معقول أنا وياه؟ يا حبيبي عليكي، بفهم إنك مو متذكرة شي. حاولي تتذكري بشو حكيته. قالك مثلا انه عشقانك او كلام حب او بيغمى عليه بس يشوفك. نازل احكي لي شو قالك، يلا حاولي تتذكر، يلا احكي لي. ليكي فتون لا تجننيني، مو ناقصتك، عم قلك ماني متذكره ولا شيء من اللي صار معي ليله امبارح، ولا شيء الا انه واقفه قدام التخت هلا. على كل حال عيونك بكره بيفضحوكي. شوفي هاد هو تاثير البدر، هيك كان مكتوب ببرجك. فتون، إلهي بتوقع على راسك، كل شي في أبراج موجودة بهالكون، عم قلك مو متذكرة شي، الله أعلم شو اللي صار بيناتنا مبارح. إذا مو متذكرة الحكي رح تتذكري شو سويتي؟ فتون، شو اللي بده يكون صاير بيننا؟ ليكي بدي تهدي شوي، فريد وين هلأ؟ ما شفته. لك استني فتون، أنا عم دور عليه. يمكن راح على شغله. ايه لازم تقرا الملفات وتبعتها فورا. ليكو بالبيت لسه ما طلع. تمام، هديلي اعصابك شوي وانزلي قدامه كانه ما صار شي بيناتكم. تصرفي على طبيعتك. ما فيني اتصرف على طبيعتي، ما بقدر، خلص ما بقدر، ما بدي. وقت يطلع من البيت بنزل لتحت. لازم تروحي لعنده مشان نعرف شو صار بيناتكم امبارح. ايه صح، هلا منشوف. ممتاز، اسمعي، تنزلي على مهلك وبكل هدوء، عم تفهمي؟ ماشي. اهدي وخليكي مبتسمة وتصرفي كأنه ما صار شي مبارح، مو تعيتي على الزلمة وتخليه يخاف منك. لا تعيتي على الزلمة ولا تخليه يخاف منك. ليكني شفته هلأ. كانت ليلة بتجنن، يعني بأولتها كنت مزعوج شوي بس كتير منيح أني التقيت بنازلي هنيك، ما تخيلتها حلوة كل هالقد. خلص بس اجي بحكي لك. فتون رح يحكي لرفيقه شو اللي صار بيننا مبارح، قال له بس اوصل على المكتب بحكي لك. شي حلو، معناتها مو بس نحن البنات بنحكي هالمواضيع بين بعضنا، وكمان الرجال بيحكوا بين بعضهم. فتون انا لازم اتذكر شو اللي صار بيناتنا مبارح. طيب هلا انت لا عاد تفكري بالموضوع وروحي اقعدي جنبه، يلا روحي. بس اول شي تمايلي قدامه شوي على اساس انه نعساني ومو فارقه، وبعدين تتداوبي قدامه. بس اوعك تفتحي تمك مثل القطط. تتداوبي بنعومه وبعدها بكل ثقه بتوقفي قدامه وبتقولي له صباح الخير. تمام. واذا سالك عن ليله امبارح شو صار، حاولي انك تغيري الموضوع. تمام، وخبريه ان ليله بتجنن. ولك انت جنيتي شي؟ عم اقول لك ماني قدرانه اتذكر اللي صار امبارح، بدك يعني اتذكر شو حكيتي؟ حاولي قد ما فيكي يا جدبه، لا توقفي مثل الحيط. شوفي انا رح سكر، اتصلي فيني بعدين وخبريني. لا تنسي. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. نازلي؟ انتي متذكرة شو صار مبارح مو هيك؟ يعني أنا بقصد بيناتنا جوا متذكرة؟ لا لا تخجلني. لا يا نازلي ما في شي بيخجل، يعني بصراحة ما بعرف إمتى وين تعلمتي كل هذا، بس إن كان معي أو مع مستر نكتاني بضل. مستر نكتاني كمان؟ إمتى؟ ما عم بفهم عليكي، شو قصدك باللي عم تقولي؟ أنا اللي ما عم أفهم شو قصدك. من شوي وأنت عم تحكي مع رفيقك قلت له إنه نازلي. نازلي لحظة، نحن ما صار شي بنوب بيناتنا ولا شي أبداً؟ إيه بس مبارح كنت بحضنك وأنت. إيه كنتي بحضني لأني حملتك على التخت، بس أنا نمت هون بالصالون. بس أنا ليش حملتك؟ ليش؟ بطني. أنا استفرغت مو؟ وليش استفرغت قول؟ ليش؟ كنت معصبة وأخذت برد مو هيك؟ تخانقنا سوا؟ ما في داعي لهالحركات. أول شيء اجيتي كطباخة وهلأ صرتي تطلعي قدامي بالحفلات والمناسبات، وبالأخير اجيتي لعندي بالليل. هيك تمام، صار اللي بدك اياه. يلا خلينا نفوت. ناطرة مني اني اطلب ايدك للزواج مثلا؟ انت شو مفكر حالك فريد بيك؟ مفكر انه ما في حدا يحميني؟ أنا وقت الجد بجيب أمي وأبي وكل عائلتي وما بخليك تزلني أو تهيني، فهمان؟ بطني بلا تربية وبلا أخلاق، أنت مين مفكر حالك لحتى تعرض علي هيك شي وأنا بهالحالة؟ فريد أصلان تشرفنا والله. بس مين أنت يا نازلي؟ توقعتي ممكن يصير شي بيناتنا بعد ما طلع مستر نكتاني من عندي؟ أنا بعتذر إذا تصرفاتي أوحت لك بشي، بس بأكد لك إنه أنا مو من هذا النوع. أنت شو بتقصد؟ ليش أنا عم دور على واحد غني؟ أنا ماني عم دور على حدا يا بيك، فهمت شو حكيت؟ فيكي هلأ تروحي تكملي شغلك بالمطبخ ومنرجع مثل الأول، بتجي لهون وبتخلصي شغلك وبس. عن جد؟ حضرتك أنت واحد بلا تربية وبلا أخلاق ووقح، ما بتملك ولا شي من الإنسانية، كذاب ووقح وقليل تربية كمان. خلصتي حكي؟ وما بدك تسمعني؟ لو قلعتني من الشغل كان أحسن، بس ولا يهمك، أنا بستقيل لحالي من دون ما تقلي.